أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين لازلنا في الحديث السادس من أحاديث باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف. يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشيعة خاصموا بحاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين". فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يا معشر الشيعة، يقول الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قيل يا أبا جعفر نذيرها محمد صلى الله عليه وآله. قال: صدقت. فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل: لا. فقال أبو جعفر عليه السلام: أرأيت بعيثه أليس نذيره؟ كما أن رسول الله في بعثته من الله عز وجل عز وجل نذير. فقال: بلى. قال: فكذلك لم يمت محمد صلى الله عليه واله إلا وله بعيث نذير. فإن قلت: لا، فقد ضيع من في أصلاب الرجال من أمته. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لكي ينذروا، وأرسل محمدًا صلى الله عليه وآله لكي ينذر، والإنذار هو الإخبار عن خطر قادم، الناس وراءهم مساءلة في القبر، وعذاب أو ثواب في القبر، وعذاب أو ثواب في القيامة، فإن لم يعملوا بما امرهم الله سبحانه وتعالى ولم ينزجروا عما نهاهم عنه فمصيرهم الى النار. فالانبياء ينذرونهم ليطيعوا الله سبحانه وتعالى ولا يقعوا في هذا الخطر العظيم الذي ليس فوقه خطر. الايه الشريفه في سوره الدخان تقول إنا كنا منذرين. وفي آية أخرى من سورة فاطر يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الآن نسأل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله من كان النذير؟ الجواب رسول الله صلى الله عليه وآله هو النذير نقول زين إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يلتق بأكثر الناس ولم يلتقوا به الذين كانوا في مكة أو المدينة أو الذين ذهبوا إلى مكة والمدينة والتقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء أنذرهم الرسول صلى الله عليه وآله. لكن سائر الناس سائر الناس كيف كان إنذارهم؟ هل الله سبحانه وتعالى بطريقة إعجازية أوصل صوت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أسماعهم؟ كلا. وإنما رسول الله صلى الله عليه واله اختار بعضًا من الناس ليذهبوا وينذروا، وكما تقول الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الطائفه المجموعه من كل مجموعه من الناس يأتون الى المدينه ويتعلمون الاحكام ويرجعون الى اقوامهم منذرين زين فرسول الله صلى الله عليه واله ارسل رسل ليوصلوا انذاره ورسائل الرسول صلى الله عليه واله الى ملوك العالم في زمانه معروفه، كتب رساله الى كسرى والى قيصر والى المقوقس وغيرهم يدعوهم الى الاسلام وينذرهم بطش الله سبحانه وتعالى ان عصوا وخالفوا. هل رسول الله صلى الله عليه واله من بعده فكر في الامه؟ الذين عاصروا الرسول الرسول صلى الله عليه واله انذرهم مباشره او بواسطه رسل هل الذين كانوا في اصلاب الرجال وارحام النساء والذين يأتي بهم الزمان واتى بهم الزمان بعد رسول الله صلى الله عليه واله. هل الرسول كان يريد ان ينذرهم؟ الجواب نعم، لان الرسول صلى الله عليه واله رؤوف رحيم بالمؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرسول صلى الله عليه وآله أرسله الله إلى الناس جميعا إني رسول الله إليكم جميعا سواء الذين كانوا في عصره والذين جاءوا وسيجئون من بعده الرسول رسول لهؤلاء وهو خاتم الأنبياء كما هو أن خاتمهم فهل الرسول فكر فيهم أم لم يفكر فيهم وطبعا انه قد فكر فيهم لان الرسول مكلف بتبليغ رسالات الله لجميع الناس. زين اذا تقول ان رسول الله فكر فيهم فمن الذي عينهم من بعده؟ نحن نقول ان الذين عينهم من بعده هم الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولذا في يوم الغدير الرسول قال: وهذه الرواية اتفق عليها الفريقان. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال أيضا: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وقال: الأئمة من بعدي اثنا عشر، كلهم من قريش، وعينهم. وهكذا روايات كثيرة تدل على ان رسول الله صلى الله عليه واله عين المنذرين من بعده، هؤلاء من بعد رسول الله صلى الله عليه واله موجودون وهم مع القرآن هم الثقلين بإضافة القرآن حيث قال رسول الله صلى الله عليه واله اني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض وهذا يدل على أنه ما دام القرآن موجود فواحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام موجود وهو قرين للقرآن الكريم لا يفترق عنه فهو معصوم لأن الذي يخطئ في خطائه يفترق عن القرآن الكريم فإذا الرسول لم يضيع من في الاصلاب وبلغ رسالات ربه وعين به امر من الله سبحانه وتعالى الائمه من اهل البيت لينذروا من بعده طبعا واحد يمكن يجي يقول انه الرسول عين لكن الناس اكثرهم في ضلال نقول المشكله في الناس وليست المشكله في الله أو في رسوله صلى الله عليه وآله كما أن الله أرسل الأنبياء لكن أكثر الناس رفضوا الأنبياء هنا الحجة عليهم الله سبحانه وتعالى يقول لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وفي آية أخرى الله يقول قل فلله الحجة البالغة فإذا الله سبحانه وتعالى بإرساله الرسل أتم الحجة، ولو الناس أطاعوهم لاهتدوا، لكن لم يطيعوهم بسوء اختيارهم فتمت الحجة عليهم. كذلك من بعد الرسول صلى الله عليه واله الله عين أئمة والرسول بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإذا الله سبحانه وتعالى عين والرسول بلغ لكن الناس أعرضوا عنهم المشكلة في الناس حيث أعرضوا فإذا ظلوا وأظلوا فالحجة تامة عليهم فإذا رسول الله كما كان بفكر الناس الذين كانوا يعاصرونه كذلك كان بفكر الناس الذين ياتون من بعده فعين فيهم نذيرا وهو امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هسه اذا واحد يجي يقول يقول الا يكفي القران لان الله سبحانه وتعالى أنذر الناس عبر القرآن وحفظ القرآن وهذا القرآن وصل إلى الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه واله والآن هو موجود بأيدينا بين الدفتين هو الذي أنزله الله على رسوله بلا زيادة ولا نقيصة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ألا يكفي القرآن الجواب القرآن يحتاج إلى مفسر، لأن فيه آيات متشابهات، وفيه العام الذي خُصِّص، وفيه المطلق الذي قيد، وفيه الناسخ، وفيه المنسوخ، فلذلك يحتاج إلى مفسر، حتى في زمان الرسول، الناس عرب لم تختلط ألسنتهم. والقرآن ميسر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولكن مع ذلك كانوا يحتاجون الى بيان الرسول صلى الله عليه واله الله سبحانه وتعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم بل حتى الرسول كان يحتاج الى تعليمه فالله سبحانه وتعالى علمه كما انزل عليه لفظ القران كذلك انزل عليه بيان القران ثم ان علينا بيانه كما في سوره القيامه زين فالقران لوحده لا يكفي بل يحتاج الى مفسر ولذا في حديث الثقلين الرسول لم يقل حسبكم كتاب الله وانما قال اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا اذا تريد تتمسك بالقران وحده هذا لا يمكن لان العمل بالقران يحتاج الى مبين اذا تريد تتمسك باهل البيت وحدهم هذا ايضا لا يمكن فمن ترك احدهما فقد تركهما وانما هما متلازمان تتمسك بكليهما فتنجو لن تضلوا بعد أبدا معنى ذلك أن من تركهما أو ترك أحدهما اللي بالنتيجة يكون ترك لكليهما هذا يكون ضالا زين فالقرآن يحتاج إلى مفسر إن قلت هل رسول الله فسر القرآن لأصحابه أم لم يفسر الامام الباقر يجيب على ذلك، نعم الرسول فسر لاصحابه القران بما كانوا يحتاجونه في زمانهم، اما جميع القران بظاهره وباطنه ومحكمه ومتشابهه وجميع ما سيحتاجون اليه في المستقبل فسره لرجل واحد وهو الامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. الايه الشريفه وتعيها اذن واعيه، الرسول دعا حسب ما روته العامه والخاصه ان يجعل اذن علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هذه الاذن الواعيه. والذي يدل على ذلك ما جرى في تاريخ المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه واله. ابتلوا باحكام لم يعرفوا تفسير القران في تلك الاحكام، مثلا ايات الارث نزلت في القران لكن هذه الايات على رغم وضوحها وعلى رغم انها ميسره تحتاج الى تفسير في بعض المواطن بعد رسول الله ابتلوا باحكام لم يعرفوها فلذلك صارت الفتوى بخلاف ما انزل الله سبحانه وتعالى مثلا كمثال بسيط مساله العول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك كان المسلمون يعملون بهذه الآيات في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله بدون أي مشكلة والرسول بيّن تفسير هذه الآيات لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله في زمان عمر بن الخطاب في زمان عمر بن الخطاب ابتلوا بمسألة لم يعرفوا حكمها المسألة شنو هي؟ المسألة مات رجل وخلف أبوين وبنتان وزوجة زين الآية ماذا تقول؟ الآية تقول: ولابويه لكل واحد منهما السدس إن لم يكن إن كان له ولد زين الاب السدس والام السدس هذا صار الثلث فالثلث للابوين والايه تقول فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك البنتان ترثان الثلثين زين الابوان يرثان الثلث البنتان ترثان الثلثين انتهى المال. الزوجة ترث الثمن. الزوجة ترث الثمن. لأنه إذا الإنسان له أولاد، وفي هذا المثال الميت كان له بنتان. زوجته ترث الثمن، من أين يأتون بهذا الثمن؟ هنا عالت الفريضة حسب زعمهم. فابتلوا بمسألة ماذا يفعلون؟ في ظاهر القرآن هذه المسألة لا توجد، وآيات الإرث آيات واضحة موجودة، ماذا يفعلون؟ فهنا اضطروا لأن ينقصوا من الجميع، يعني البنتان بدل أن يعطوهما الثلثين أعطوهما أقل من الثلثين. الأبوان بدل أن يعطوهما الثلث كل واحد منهما السدس أو أعطوهما أقل من الثلث كل واحد أقل من السدس الزوجة بدل أن يعطوها الربع أعطوها أقل من الربع زين فهنا في مسألة الرسول صلى الله عليه وآله فسرها لكن فسرها لرجل واحد اللي هو الإمام علي بن أبي طالب لعدم حاجة الناس ذلك الوقت زين أي وقت تحتاجون علي بن أبي طالب موجود روحوا سألوه لكن لم يذهبوا إليه ولم يسألوه فلذلك في هذه المسألة خالفوا حكم الله سبحانه وتعالى وفتحوا طعنا في كتاب الله الآن عندما تجي إلى النصارى عندما يريدون أن يطعنوا في كتاب الله في هذه الآية وفي هذا الفرض وأمثال من الفروض ابن عباس يقول وأيم الله لو قدم ما قدم الله وأخر ما أخر الله ما عالت الفريضة الحكم تفسير هذه الآية أنه في هذه الصورة ليس سهم البنتين الثلثان، وإنما سهم البنتين ما تبقى، يعني الأبوان كل واحد منهما له السدس، الثلث للأبوين، الزوجة لها الثمن وما تبقى للبنتين لا انه الثلثان للبنتين حتى تعول الفريضه هذه الايه لا تشير الى هذه الصوره هذه الصوره خارجه طبعا هنا تفصيل مفصل في الارث وانه لكل من له تعيينان ونصيبان في القران هذا النصيب الاول هو الاعلى والنصيب الثاني هو الادنى مثلا الام تاره لها الثلث تاره لها السدس لكن هناك من ليس له الا نصيب واحد فهذا يكون النصيب الاعلى النصيب الادنى شنو هو ما تبقى ومنهما البنتان البنتان لهما نصيب واحد في القران مذكور اللي هو الثلثان، النصيب الثاني شنو هو؟ ما تبقى. في حديث اخر، امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يشير الى هذه الحادثه، ان الذي احصى رمل عالج، عالج صحراء رمليه الله سبحانه وتعالى يعلم عدد رمالها. ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على سته. ويعلم ان السهام لا تعول وذكر ذلك في القران بس يحتاج الى تفسير والرسول فسر لكن لرجل واحد اذا كانوا يراجعوه كان يبين كلام الرسول صلى الله عليه واله وهكذا الامه ابتليت بمسائل كثيره لم يجدوها في ظاهر القران فذهبوا الى الاراء الى القياس الى الاستحسان لماذا؟ لانهم تركوا الذين فسر لهم رسول الله صلى الله عليه واله القران، ولو رجعوا اليهم لوصلوا ولا, ولا أجابوهم بالجواب الصحيح القراني، واحيانا كان بعض القضاه وبعض الحكام يسالون الائمه اسئله ثم يقولون من اي ايه هذه؟ فكان الامام يبين لهم ان هذه المساله مذكورة في هذه الآية من القرآن إما في ظاهرها إما في باطنها. فإذا الرسول كما أرسل نذر وعين نذر في زمانه كذلك عين نذر من بعده. إذا الناس خالفوا فهذه المشكلة فيهم. زين هنا السائل يأتي ويسأل سؤال يقول ما معناه؟ إن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أحياناً لم يتمكنوا من بيان الواقع، ليش؟ لأن السلطة الغاشمة كانت لهم بالمرصاد، إذا يذكر أمراً خلاف ما تقوله السلطة كان يُقتل هو أو يُقتل أصحابه، فاضطروا لاستعمال التقية حفظاً للدين فأحيانا الأمة كانت تبتلي بمسألة والسلطان العباسي أو الأموي أو وعاظ السلاطين كانوا بآرائهم الفاسدة يفتون الناس فألحدوا في دين الله سبحانه وتعالى زين الإمام ليش ما كان يبين الحكم الواقعي الجواب الإمام كان يبين ذلك لخاصة أصحابه وإذا ماكو خطر علي كان يبينه للناس جميعا هذه المشكلة لم تنشأ من الإمام ولا من الرسول ولا من الله سبحانه وتعالى وإنما نشأت من الناس أنفسهم حيث أخروا ما قدمه الله وقدموا ما أخره الله فظلوا وأظلوا وليس هذا عجيبا انه احيانا الله يامر نذره بان يستعملوا التقيه او يكتموا الرسول صلى الله عليه واله بالتدريج بين رسالته بامر من الله سبحانه وتعالى يعني اول الامر حينما الرسول صلى الله عليه واله بعث الى الرساله ما أعلن للجميع كتم عن الجميع ولم يعلن إلا لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولخديجة فآمن أول من آمن به علي بن أبي طالب وأول امرأة آمنت به خديجة ثم بعد ذلك بفترة ثلاث سنوات أمر الرسول صلى الله عليه واله بأن يعلن ولكن لدائرة خاصة فنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين شوية الدائرة اتسعت زين في تلك السنوات الثلاث الرسول ما كان يقول لأحد أنه رسول الله بعد ثلاث سنوات قال لجماعة خاصة الذين هم العشيرة الأقربون. بعد ذلك بفترة نزلت عليه لتنذر أم القرى ومن حولها. الدائرة شوية توسعت. أم القرى هي مكة ومن حولها أطراف أم القرى، أطراف أم القرى. بعد ذلك الأمر توسع. إني رسول الله إليكم جميعا. فكما ان المصلحه اقتضت بامر من الله ان الرسول بالتدريج يعلن دعوته، كذلك الله سبحانه وتعالى عين الائمه لكن امرهم بانه يستعملوا التقيه حينما يكون هناك خطر، ولكن استعمال التقيه من السلاطين الظالمين وجلاوزتهم لا تعني عدم بيان الحق للخاصه فلذا الائمه عليهم الصلاه والسلام بينوا للخاصه من اصحابهم وبذلك ما ذكروه ما فسروه ما بينوه من احكام وغيرها وصلت الينا واذا قسم منها لم تصل الينا سيبينها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه أيضا بسبب الناس يعني غيبة الإمام بسبب الناس الله سبحانه وتعالى خلال مئتين وستين عاما أظهر نذره من, من, من النبي والأئمة ولكن الناس رفضوهم إلا القليل وحتى اللي قبلهم أكثرهم حرفوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم إنك لا تدري ما أحدثنا بعده كما في البخاري فالله سبحانه وتعالى أظهر أولياءه خلال 260 سنة أو أكثر بعد ذلك عقوبة للناس أخفى وليه وأمره بالغيبة، والإمام مأمور بالغيبة كما أن رسول الله صلى الله عليه واله في بداية البعثة ما كان مأمورا بأن يجاهر لجميع الناس إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بإظهار وليه لكي ينفذ ما وعده هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وايضا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، الى ان يقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لاتباعهم هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين